السلطات الماليزية سترسل فريقا مختصا إلى جزر المالديف لمعاينة الحطام التي عثر عليها هناك للتأكد إن كانت تابعة لطائرة MH370 المفقودة لشركة الخطوط الجوية الماليزية. إعلان أكدته السلطات الماليزية الاثنين بعدما أفادت مصادر إعلامية العثور عن عدة قطع تم تداول صورها في مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أيام تم العثور على قطعة حطام قبالة سواحل جزيرة لالينيو أظهرت التحاليل أنها تابعة للطائرة الماليزية المفقودة. البحث لا زال جاريا في سواحل الجزيرة الفرنسية لإيجاد قطع أخرى للطائرة التي اختفت في المحيط الهندي في 8 مارس أذار 2014 وعلى متنها 239 شخصا.